والآن سألنا سؤال، كلنا يحفظ قول الله قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ بعض من يحفظ قل هو الله أحد ما يعلم معنى الصمد، أليس كذلك؟ ولإيلاف قريش إيلافهم نحفظها، لماذا لا بعضنا ما يعرف ما معنى لإيلاف قريش؟ بعضنا يقول والله أنا حافظها، لكن والله ما أدري وش معناها. وللمعلومية يقول العلماء في كتاب الله من قال في كلام الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ، يعني لو تقولها تهقى وتصيب مخطئ، لأن كلام الله ليس فيه توقع ولا تهقي، كلام الله ينبغي أن يكون بعلم. بعضنا لإيلاف قريش لا يعرفها، من شر غاسق إذا وقب، يقول والله غاسق هو الشيطان هو الظلام هو الليل هو الشفق والله ما أدري. طيب أنت تستعيذ بالله من غاسق إذا وقب؟ قال لي والله أعوذ بالله من غاسق إذا وقب. طيب وش هو اللي تستعيذ بالله من؟ قال والله ما أدري. هل ممكن يستعيذ الإنسان؟ ما تلاحظون الآن الشياطين تتسلط على الناس لأن نور القرآن ليس في القلوب، أن حافظين قل هو الله واحد وقل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق، لكن لماذا ما تحصنون؟ ما تلاحظ بعضهم يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيش معنى قيوم؟ لا يؤوده. ما معنى يؤوده؟ وهي أعظم آية في كتاب الله، تجد أن بعض عباد الله ما يعرف معناها. هذا اللي خلى الشيطان يتلبس في بعض أبدان بني آدم، لأن نور القرآن وهداية القرآن ليست في القلوب، لأننا لا نعرف كلام الله. لو تقول واحد حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما معناها؟ ما يدري، لكنه يقرأها في سورة المدثر. وهكذا أحبابي، إذن الشيطان يمنعك من تلاوة كتاب ربي ومن تدبر كتاب ربي حتى لا ترزق هدايته، حتى لا ترزق هدايته. والله قد قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدلك للتي هي أقوم.